في عندنا شيء اسمه الفتوى المردينية لابن تيمية. شوف يعني بس أنا أرجو المشاهدين يوسعوا بالهم ويتابعوا معايا لحد الآخر عشان يشوفوا إيه اللي كان بيجري بالضبط. ابن تيمية رحمه الله عمل شيء اسمه الفتوى المردينية. بلدة اسمها مردين موطنه اللي نشأ فيه في الأصل وطلع منه هو صغير لدخول التتار. بقى عندي شعب مسلم بس عندي سلطة غير على غير الإسلام. فبعتوا يسألوه هي دي دار إسلام ولا دار كفر؟ قال لهم دي حاجة جديدة، دي حاجة مركبة، دي لا هي دار إسلام خالصة ولا دار كفر خالصة. فبدأت تنشأ مفهوم الدار المركبة بين إسلام وكفر. الفتوى المردينية دي اللي بتتكلم عن اختلاف الدار، دار إسلام ودار كفر، بدأ يبني عليها مثلا سيد قطب وصالح سرية ومحمد عبد السلام فرج إراقة الدماء. أروا كلام ابن تيمية اللي بيقول فيه الدار المركبة من إسلام وكفر لها قانون يعامل المسلم فيها بما يستحق ويقاتل الخارج عن الشريعة بما يستحق. قالوا يقاتل، أهو بيقول يقاتله، مين اللي يقاتل ده؟ مين اللي حيقوم بالمهمة مفتوحة؟ إحنا. نعم. مش المؤسسة اللي احنا بنتكلم عليها من شوية. علشان كده لما كانت بتأزم معاهم في شخص لا يجوز الخروج عليه وإشهاره مسلم كانوا يحكموا الأول بارتداده ثم بقتله وهكذا، ده كما حدث مع الرئيس السادات بالضبط. بالضبط. نعم. طيب يقاتل الخارج عن الشريعة، يقاتل دي مفتوحة بالبناء للمجهول فيحط نفسه هو فيها. شوف غياب المؤسسة اللي احنا بنتكلم عنه اللي كان موجود في ديارنا وإن ما كانش بنفس الاسم وتم توزيعه على مؤسسات بعد الثورة الفرنسية، غائب تماما عن فكر هؤلاء. فيش حاجة اسمها مؤسسة، في حاجة اسمها انه يقاتل، خلاص انا اللي اقاتل، انت مين؟ انا الفرقة الناجية اللي اسمكم ايه؟ الجهاد مرة، الفنية العسكرية مرة، التكفير والهجرة مرة. يقاتل الخارج عن الشريعة، مين الخارج عن الشريعة؟ دي مساحة واسعة قوي تشمل العاصي المسكين ضعيف النفس وتشمل الكافر والمرتد اللي بيحارب الناس واللي بيطلع يفجر ويعمل، كله ده اسمه خارج. مين اللي حيقاتل مين؟ ده مفهوم هلامي قوي بنى عليه محمد عبد السلام فرج كتابه الفريضة الغائبة. تمام؟ نعم. طيب شوف المفاجأة المذهلة، ابن تيمية ما قالش يقاتل، ابن تيمية ما قالش يقاتل. الفتوى بهذا اللفظ وردت بهذه الطريقة الخطأ في طبعة فتاوى ابن تيمية اللي طبعها فرج الله الكردي 1327 هجري، وفي مجموع الفتاوى اللي طبعه عبد الرحمن القاسم المجلد 28 بالفعل بلفظ يقاتل. بس اللي نقله ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية وهو من أتباع مذهب الحنابلة اللي عليه ابن تيمية، نقلها بطريقة غير كده خالص، إنه ابن تيمية بيقول يعامل المسلم بما يستحق ويعامل الخارج على الشريعة بما يستحق. فتصحفت وتحولت من يعامل إلى يقاتل، ما يستحق إلى يقاتل، إلى من يعامل إلى يقاتل. وبناء على هذا التصحيف والتحريف اللي تحولت فيه يعامل إلى يقاتل تولدت فكرة الفريضة الغائبة وولدت قضية الجهاد على الكلمة دي. مين اللي يبين الخطأ ده؟ قام سيدنا وأستاذنا الكبير الشيخ عبد الله بن بيع عمل مؤتمر في مدينة مردين قبل 3-4 سنين بيقول إن دي قضية محتاجة بحث، لازم نحطها تحت المجهر، لازم سر المعرفة، لازم كل حاجة تخضع للبحث والمناقشة. فبدأوا يجيبوا كتاب الفروع الأداب الشرعية لابن مفلح يعامل، رشيد رضا في المنار ينقلها يعامل، قالوا طب ما ندور على النسخة الأصلية لبخط ابن تيمية، رجعوا للنسخة الوحيدة المكتوبة بخط الرجل في المكتبة الظاهرية فإذا بها بخطه يعامل مش يقاتل، وعملوا عليها مؤتمر اسمه مؤتمر مردين. ده كان تعمد ده يعني النقلة، والحبيب علي كان حاضر في مؤتمر مردين وليه تغطية، وسيدنا الشيخ علي جمعة في دار الإفتاء عمل عنها فتوى طويلة بنفس اللي بيأكد كلام الشيخ بن بيّة إنها بالفعل يعامل وليست يقاتل.